الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والوضع الحالي بالنسبة للفرقة، رأيك إيه وبتتابع الأحداث إزاي داخل نادي الزمالك خلال الفترة الحالية؟ بص، خلينا نقول امير ان السنه دي استثنائيه طبعا. نادي الزمالك، انت شايف ان السنه اللي فاتت دوري وكاس وسنتين ورا بعض، وكنت السنه اللي فاتت حتى بتقول ان صعب جدا ان انت تاخد دوري، كان فرق مظبوط. كبير بين الزمالك والاهلي، لكن الزمالك خد الدوري. السنه دي البدايه كانت كويسه لحد ما، تمام. لحد مباراه اسوان ايوه هناك حصل اهتزاز بعد المباراة، زائد ان حجز على فلوس النادي، اه الحاجات الإدارية بقى تمام طبعا بتأثر، زائد الـ الـ الوقف برضو او الـ 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 هقول ايه الحكم اللي طلع على المستشار مرتضى، برضو رئيس النادي عمل برضو بس ده عدم، كان في فترة لاحقة، لكن الزمالك كان قبل الحكم ده كان الدنيا برضو في نتائج لا سيئة لا بالنسبة هو له. كان في يعني ماتش، هو اسوان وبدا يرجع، وبعد كده كسب فيوتشر، وبعد كده حصل تعادل، يعني برضو كانت الامور قريبه. يعني ايه كان في فرق، بدا يبقى في فرق بين الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك، لكن مش الفرق اللي زي دلوقتي كده، كان فرق بسيط. وكنا بنبص بنقول عادي الفرق، ما هو السنه اللي فاتت كان كده وخدنا الدوري، تمام. فكان الجمهور او احنا اللي هو لا لسه بدري، حتى لو وقعت ماتش اتنين تلاته لسه بدري، وخير مثال السنه اللي فاتت. لكن مع بقى الحاجات الاداريه اللي بقولك عليها، الحجز والحكم وعدم الاستقرار اللي موجود في نادي الزمالك والاحداث لحد دلوقتي، ده امر طبيعي، امر طبيعي يحصل كده للفريق الاول. الامور الفنيه يعني دي الامور الاداريه من وجهه نظري، يعني هي تاثر بشكل كبير على الامور او على اللعيبه، لان فلوس بيخلطوا فلوس، هل يعني الامور الاداريه اللي زائد انت اتكلمت الصفقات عنها عشان برضو زي موضوع الصفقات ماشي، ده ابقى الجانب الفني، بس الجانب الاداري هل بتشوف ان في اخطاء حصلت من الاداره نفسها ادت للوضع الحالي بالنسبه للفرق؟ لا بص، يعني انا ما اعرفش طبعا الاخطاء الاداريه، لكن الظاهر قدامنا او اللي احنا عارفينه ان ممدوح عباس ليه فلوس وحجز على النادي، لكن تمام. حاجه يعني ليه فلوس عمل ايه، ولا يعني مش ملم انا لكن هو محجوز على فلوس النادي. حلو، فده مين طبعا الغلط؟ شيء مؤثر اكيد. لا طبعا. فالفكره كلها هنوصل في الاخر ان الفلوس محجوزه، تمام. فده مأثر على التيم طبعا. بس رغم ان الفلوس محجوز عليها، لكن دايما كان بيطلع تصريحات مسؤولي نادي الزمالك ان المرتبات بتاعت اللعيبه في ميعادها وان بيتصرف الفلوس بتاعتهم وكل هذه في الامور. بعض يعني في فترة، يعني في فترة كان الحجز ده موجود وكان في المرتبات هو بتطلع لازال فوق. موجود الحجز. فلكن دلوقتي الأمور بقت صعبة، الأمور بقت صعبة، زائد الأحداث، العزل اللي حصل دلوقتي برضو المستشار مرتضى تقريبا، مش حصل ولا أنا ما أعرفش. حصل. بس يعني الموضوع تم بشكل رسمي او لا، لسه الوزاره أنا ما اعلنتش يبقى بشكل لا يبقى هو رسمي. يعني بتكلم على قبل كده، هو تمام. عدم الاستقرار طبعا، واللي هو الحكم الشهر عمل عدم الاستقرار. احنا طب خليني اسالك شايفين سؤال، هل نادي الزمالك عباره عن منظومه كبيره واسم كبير زي نادي الزمالك؟ طبعا معروف اكيد صحيح. بيدار من خلال منظومه وسيستم معين، ولا نادي الزمالك بيقتصر على شخص بعينه؟ لو هو مش موجود ممكن الزمالك يهتز بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بص، حتى لو كده امير، يعني هنفترض اللي هو لو شخص هو اللي بيدير مثلا، ما هو الشخص ده عمل نجاحات قبل كده تمام مش كده؟ تمام يعني متهيألي هو الرئيس اخر التاريخي سنتين للنادي، بالتحديد طبعا نادي الزمالك واخد دوري واخد والرئيس كاس التاريخي مصر، على ما اعتقد اللي هو جاب بطولات للنادي، يعني رئيس تاريخي. ما اعرفش دي اللي ممكن هو نراجع اكبر فيها عدد جماعه. بطولات، مش عارف بس متهيألي يعني. هنقول اخر سنتين مثلا تمام. يعني، هنقول ان الامور ماشيه كويس، ف تتكلم من حيث البطولات يعني. بطولات تمام. طبعا، فانت بالتالي ما تقدرش تقول ان المنظومه فاشله، تمام. لكن هي بدات يحصل قلق ده او يحصل المشاكل دي كلها مع الحجز على الفلوس، ومع الرئيس النادي التعامل معاه من خلال الشهر اللي هو الحكم. ده حكم محكمة ما انا المفروض بقولك يعني. يعني الحكم يعني برضه ما هيعمل عدم استقرار، اوكي طبعا. وخصوصا لو حتى كمان
صاحب الكلمه هو واحد بس، ده هو مش شخص واحد. مرتضى. طب هو الراجل ده مثلا اتحبس او حصل فيه مشكله، فالامور برضه هتتعطل شويه في النادي، ده امر طبيعي. بس ده يعني يكون عكس تماما كلمة منظومة، ان نادي الزمالك ده اسم كبير وعنده ما هي سيستم المفروض المنظومه ايه يا بيمشي. امير؟ ما هي المنظومه المنظومة مش رئيس نادي، ماشي، المنظومه حتى لو كده ما هو رئيس النادي هو اللي بياخد القرار المناسب. بس بيبقى في من ينوبه، بيبقى في مدير تنفيذي للنادي، بيبقى في مجلس إدارة ممكن ياخد قرارات. لا ما اعتقدش، لان مجلس الاداره لو ما فيش رئيس نادي هياخد القرار ازاي؟ كمجلس إدارة. ما اعرفش برضه الحاجات الاداريه، لكن في بيبقى في امضاء او في حاجات، في لا انت يعني تشوف يعني حاجات. الاحداث اللي حصلت هي كانت ليها تأثير هي بشكل او بص، بآخر على خلينا نقول الفرقة. نادي الزمالك مرتضى منصور قولا دي وجهة واحدا، نظر. قولا واحدا الراجل ده غاب، الامور هتسوء. يعني ما ينفعش النادي الزمالك اي رئيس تاني غير لا مرتضى منصور. ينفع طبعا، ينفع، لكن انا بكلمك في الوقت اللي احنا فيه واللي قبل كده كان هو مرتضى منصور تمام. بعيد عن اي حاجه تانية، يعني بتكلم كرئيس نادي الزمالك وبطولات وجماعه عموميه والكلام ده مرتضى منصور يعني قولا واحدا يعني. فممكن رئيس نادي تاني يجي الله اعلم يعني، اكيد ينفع يعني، لكن لوقتنا ده لا، مرتضى منصور هو نادي الزمالك في الوقت الحالي. هو نادي الزمالك اه طبعا من طبعا، وجهة نظرك. ايوه، مش من وجهة نظري كمان يا امير قناعاتك يعني. ولا قناعاتي كمان، حتى لو انا بقول كده من قناعاتي، لكن لو جبت ورقه وقلم وحسبت وشفت السنين اللي فاتت كلها البطولات دي كلها اتعملت في عهد مين؟ ما هو برضو خلينا نقول للمشاهد حتى، مش عشان او بقول مرتضى منصور بحبه او بكرهه او الكلام ده كله، فبقول هو نادي الزمالك. لو كل حاجه بتحسب ورقه وقلم تمام. وبطولات، البطولات اللي فاتت دي كلها مين اللي جابها؟ نادي الزمالك، ورئيس النادي، امر طبيعي، زي بطولات الاهلي محمود الخطيب، لا امر مجلس كابتن إدارة محمود النادي الخطيب طبعا. الأهلي ومنظومة النادي الأهلي. ده رأي يعني، لا وجهة نظر، لا، بس يعني رئيس مش شخص النادي في بعين. عهد، يعني مثلا اقول في عهد مثلا في عهد رئيس طيب، ما النادي هي محمود كده، الخطيب، في عهد مرتضى منصور ما هو مثلا في رئيس نادي النادي الزمالك. برضه امير هو اللي يعني بيتحرك ويعمل الكلام ده كله، دي امور تمام. يعني.